السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة المرحلة الإعدادية. إن شاء الله نبدأ معكم دروس جديدة إن شاء الله في هذه المرحلة. إحنا عندنا المرحلة الإعدادية في الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، الصف الثالث الإعدادي. نبدأ النهاردة إن شاء الله أول حلقة للصف الأول الإعدادي بإذن الله، وهنمشي كده بالتوالي، بعد كده تانية إعدادي، بعد كده تالتة إعدادي إن شاء الله. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك ونشارك القناة في الجروبات بتاعتنا عشان كلنا نستفيد، وعشان القناة تكبر بيكم إن شاء الله، وعشان نستمر الاستمرارية، لأن لو ما جاتش مشاهدات خلاص ما جاتش اشتراكات في القناة، طبعا هضطر اعمل مراحل تانية وهشتغل ايه مراحل تانية خلاص عشان القناة تظهر على اليوتيوب. يبقى نبدأ ان شاء الله الصف الاول الاعدادي. هنبدأ الوحدة الاولى المادة وتركيبها. نركز كده المنهج اللي عندنا اهو، المنهج اللي عندنا في الترم الاول ان شاء الله. يبقى الوقت هنا الوحدة الاولى المادة وتركيبها، فيها ثلاث دروس. الدرس الاولاني اللي هنبدأ به حالا ان شاء الله المادة وخواصها، الدرس اللي بعديه تركيب المادة، الدرس الثالث التركيب الذري للمادة. يبقى دي الوحدة الاولى. الوحدة الثانية عنوانها الطاقة. طب فيها كم درس؟ فيها ثلاث دروس. الدرس الاولاني الطاقة خدناها في ابتدائي بالمناسبة، المصادر بتاعتها والصور ايه بتاعتها. الدرس الثاني تحولات الطاقة، يعني من كهرباء لحركة خلاص، ومن طاقة كهربية إلى طاقة حركية زي المروحة، في تحولات طاقة كتير عندنا. درس الثالث الطاقة الحرارية. الطاقة الحرارية فيها ثلاث حاجات هندرسهم فيها إن شاء الله ونسيبها في وقتها. الوحدة الثالثة وده جزء أحياء، التنوع والتكيف في الكائنات الإيه الحية. فيها الدرس الأول تنوع الكائنات الحية ومبادئ التصنيف، صنفنا الكائنات الحية على أي أساس. الدرس الثاني التكيف وتنوع الكائنات الايه الحيه. تكيف يعني تحور في التركيب عشان يلائم ايه الوظيفه. نبدا يا سنه اولى اعدادي اول درس او اول وحده الماده وايه وخواصها. احنا درسنا قبل كده لو فاكرين ما هي الماده، فاكرين؟ حد يقول معايا كده؟ يلا خدناها قبل كده في رابعه. الماده كل ما له كتلة وحجم. ادي رواية. رواية؟ لان في الرواية التانية بيقول لي كل ما له كتلة، ويقوم شايل لك الحجم او شايل الحجم ويقول ايه؟ ويشغل حيز من الفراغ. ويشغل حيز من الفراغ. يبقى عرف لي الحجم بالحذاء. يبقى الحجم تعرف. يعني ده تعريف وده تعريف زي ما احنا عارفين. ويشغل حيز، يبقى ممكن يسيب لي الحجم بس زي ما احنا عاملينه كده، او ممكن يقول لي ايه كل ما له كتله ويشغل حيز منين؟ من الفراغ. ده تعريف مين؟ الماده اللي هنتكلم عنها دلوقتي وهنعرف اوصها. يبقى فيه كتله وفيه حجم، افتكروا الكلمتين دول لان هنسيبهم برضو لان لنا تعليق عليه. طب ايه هي خواص الماده؟ خواص الماده ايه هي؟ في خواص فيزيائية، يعني قدام عينيا ظاهرة، وفي خواص كيميائية. خواص كيميائية يعني ايه الكلام ده يا استاذنا؟ خواص كيميائية يعني بتتفاعل مع الهواء الجوي، في سريعة في بطيئة في ايه؟ ها لا تتفاعل خالص. زي ايه؟ عندنا الفضة والذهب. الذهب لا يتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي وهو ما بصديش. طب في حاجات بتتفاعل مع الميه؟ سريعا جدا جدا زي الصوديوم والبوتاسيوم. صوديوم والبوتاسيوم معلش قاعده بقى عشان السنوات الجايه ما بتتفاعلش. خواص كيميائيه يعتبر خلصناها، يعني هنقولنا امثله له. تعالوا الخواص الفيزيائيه بقى حوالي 8 او 9 حاجات نقولهم بالترتيب كده عشان تبقى حصه خفيفه وجميله ونفهم كده مع بعض. خواص فيزيائيه اول حاجه اللون، نمرة 2 الطعم، نمرة 3 الرائحة. ركزوا كده في الثلاثة، لون
طعم رائحة. طب ما في مواد من ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، ندخل على أربعة نشتغل بحاجة اسمها الكثافة. الله، ما احنا عايزين كيفية تمييز المواد. يبقى الخواص الفيزيائية أول معلومة نقولها كيفية تمييز المواد. يعني ايه اميز المواد؟ اي حاجة بشوفها انا شايف تلات اشياء قدام، التلات اشياء ديت قدامي تلات اطباق، تلات اطباق فيهم دقيق سكر، خلاص دقيق سكر نشا، والرابع ملح. في حد عنده اللي هي حاجة؟ لا معلش اركز تاني كده، تلات اطباق فيهم دقيق، الدقيق ابيض، السكر ابيض، ها النشا ابيض، الملح ابيض. الاربع اطباق دول ممكن استخدم اللون فيهم؟ لا، اقدر اميز ما بين الدقيق والسكر والنشا والملح بمجرد رؤية اللون؟ لا. يبقى اللي هيشتغل في مين في التلاتة فيهم؟ ها نجاوب كده مع بعض. اللون ما ينفعش، الرائحة، لا السكر ليه رائحة ولا النشا ولا الدقيق ولا الملح. يبقى اللون، اللون والرائحة ما تنفعش. يبقى ينفع معايا مين؟ الطعم. بصوا كده المنظر، الطعم. الملح ليه طعم، السكر ليه طعم، الدقيق يعني اقدر اميز بس الاثنين دول، النشا والدقيق مختلفين برضو في الطعم. ولذلك كان ممكن اقول لكم السكر والملح بس، لا ده انا جايب لكم اربع حاجات ايه، الوان او نفس الايه اللون. هل اللون ينفع يميز لي ديت؟ لا. يبقى انا بميز الحاجة اللي شكل بعضها خلاص، لا ينفع فيها رائحة ولا ينفع فيها ايه لون. يبقى خاصية الطعم هي اللي تنفع. بس في ملحوظة بنكتبها دايما، والموجهين بيدخلوا الفصول والمعامل ويقول للطالب اطلع ميز لي ما بين السكر والملح. ما بقولوش سكر وملح، بيجيب له سكر في طبق وملح ويقول له ميز لي بينهم، هيقول لي عن طريق اللون؟ لا. عن طريق الرائحة؟ لا. عن طريق الطعم؟ هيقول لي اثبتها لي عملي. طبعا طالب او طالبة تذوقت بلسانها في المعمل، طبعا الموجه ممكن يحول المدرسة والمدرسة كلها للتحقيق. ليه؟ عشان ايه؟ في قاعدة علمية كيميائية فيزيائية بنقولها للطلبة والمدرسين، ممنوع تذوق اي مادة خارج المعمل، خارج المنزل. اشمعنى؟ لان المادة دي ما نعرفش ماشي عليها ايه، ما نعرفش من سنة كام، ما هي مادة موجودة في المعمل وخلاص. اصل امين المعمل مش هنقول له هات لي ملح الوقت وسكر وانت جاي، الحاجات دي موجودة في المعمل تلقائي. يعني عشان برضو ايه المحاسبة على اللي ما قالش. انا بشرح الجزء ده زي ما شرحته على النت دلوقتي، وممكن اقول ملايين بيشوفوه، ما بيعملوش لايك ولا بيدخلوا اشتراك ولا حاجة، بس بيشوفوه خلاص. معنى كده ان دي اتقالت، المدرس قالها. يبقى المدرس او مدرسة لازم تقول الحتة دي، وده تحذير. لان فعلا لو موجه بيتاخذ سلطاته او بيستخدم سلطاته لو حولهم للتحقيق عنده حق. خلاص، يبقى القاعدة بتقول ايه؟ ممنوع، وتتكتب كده ومش عيب، وبكتبها لهم على السبورة ايام ما كنت بدي في المرحلة الاعدادية. ممنوع تذوق، ممنوع تذوق اي مادة خارج المنزل. امال الموجه بيوقعني؟ ومش هيسيبنا ندوق، ده هو هيجي اول ما يلاقي الطالب او الطالبة معلش بتحط الطبق ناحية الفم توقف على طول، مش هيسيبها تدوق ويوقعها في الغلط. لا، هو يوقعهم في الغلط ان الطالب او الطالبة ما قالوش الكلمة دي. يا استاذ احنا المفروض عن طريق الطعم او التذوق، خلاص، لان معنى الطعم يعني ايه؟ التذوق، والتذوق عن طريق مين؟ اللسان. خلاص اهو، يبقى اقول له عن طريق التذوق او الطعم، وممنوع تذوق اي مادة.
يبقى احنا عرفنا الطعم بس اللي اتكلمنا عنه. طب وبعدين؟ طب اللون اجيبه ازاي؟ عن طريق حديد، نحاس، ألمونيوم. يعني ايه يا استاذ؟ دي عناصر موجودة عندي، هي قطع معدنية، حديد، نحاس، ألمونيوم. النحاس لونه احمر او بني محمر، الحديد معروف اللي هو اسمر او رمادي غامق، والألمونيوم معروف ان هو ايه؟ رصاصي. خلاص؟ يبقى اللون عن طريق مين؟ شوف السهم اهو، عشان ما نكترش بس في الكلام، عشان نفهم بس الحصة وبالراحة اهو، كأننا في المعمل. يبقى حديد ونحاس وألمونيوم عن طريق مين؟ اللون. طب لسه الرائحة، الرائحة عن طريق ايه؟ الرائحة عن طريق مثلا لو قلت خل، عطر اللي هي الريحة يعني، وبنزين. ده موضوع كبير قوي، واضح جدا. معلش، ازازة بنزين بفتح غطاها بس الرائحة تنتشر، ودي مهمة جدا، وده هناخدها ان شاء الله في تركيب المادة. تركيب المادة معلش معروف ان الغازات، ها، البنزين متطاير، مسافات البينية بتاعته كبيرة متطاير. العطر نفس الكلام، الخل نفس الكلام. طبعا اول ما افتح ازازة الخل بقربها للانف بشم الريحة. يبقى الوقت هنا الرائحة استخدمنا فيها ايه؟ ها، بتميز ما بين الخل والعطر والايه؟ والبنزين والكيروسين اللي هو الايه؟ الجاز. ماشيين مع بعض كده دلوقتي؟ يبقى الخواص الفيزيائية قلنا كم واحدة دلوقتي؟ اللون قلنا ما ينفعش معاه الدقيق والسكر والكلام ده، اللون مع الحديد والنحاس والألمونيوم. طب الطعم أو التذوق عن طريق الدقيق، السكر، النشا، الملح. كلهم لون أبيض، إذن ما ينفعش اللون. طب الرائحة؟ ما لهمش رائحة، ما أقدرش أميز بينهم. إذن بستخدم إيه؟ الحلديات الطعم أو التذوق. وقلنا القاعدة اللي قلناها ممنوع تذوق أي مادة خارج إيه؟ المنزل. طيب رقم ثلاثة، قلنا لو جبنا ثلاث ازايز لونهم ابيض زي بعض يبقى ينفعش اللون. ازازة الخل بنشوفها بيضة، العطر اي ريحة في ازازة بيضة معلش ما بنشوفش لونها، ها، البنزين ملهاش لون برضو. طب تعالوا بقى كده، لو لقينا مادة ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، ايه هنعمل؟ هنميز ازاي؟ لان العنوان في الخواص الفيزيائيه ايه؟ كيفيه تمييز ايه؟ المواد. هندخل على مين؟ رقم اربعه. يعني ايه الكثافه؟ انا اول ما اكتب القانون هعرف اعرف، ودي ميزه الفيزياء. ما هو جزء فيزياء اللي الناس بتعيط منه في الثانويه العامه، هو صحيح الامتحان جه فيه تكات كتير في ثانويه عامه، وربنا يكون في عونهم بصراحه. انا عندي الكثافه بتساوي كتله على ايه؟ على حجم. وما نخافش من الفيزياء ولا لنا علاقة بالكلام اللي بنشوفه ولا بنسمعه، لان ان شاء الله هنتابع مع بعض معاكم لغاية ثانوية عامة ان شاء الله. كثافة كتلة على حجم. طب انت استفدت يا استاذ؟ اي حاجة في الدنيا لها كتلة، واي حاجة في الدنيا لها ايه؟ حجم. ركزوا كده الكلمتين دول، مش انا قلت لكم هسيب لكم دي عشان لنا فيها كلمة. المادة اللي هو انا، مستر مصطفى ليا حجم، مستر مصطفى ليه كتلة. يبقى لو سجلت الكتلة بتاعتي بالميزان وحجمي بالطول، ها، شفت الحجم قد ايه، والكتلة بالميزان، ايه اللي هيحصل؟ هحصل على الكثافة بتاعتي. اذا كل حاجة لها كثافة. القلم، القلم اللي بكتب بها سبورة، النضارة معلش ليها كتلة حطيتها على الميزان هتديني رقم. خلاص، لها حجم اجيب حجمها. خلاص، اي حاجة في الدنيا لها كتلة وايه؟ وحجم. يبقى دي الكثافة. طب نعرف الكثافة كده. قبل ما نعرف، في حاجة اسمها وحدات قياس خدناها في سنة رابعة ابتدائي. انا شغلكم بالسنة الدراسية اللي انتوا خدتوها، عشان ما حدش يقول لي يعني ايه وحدة قياس. وحدة قياس خدناها في سنة رابعة ابتدائي في العلوم، خلاص، في الترم الاول. كتلة بالجرام، الحجم سنتي متر مكعب. الكلام ده ليه لازمة جدا؟ عشان في حل مسائل، ما احنا في شغل، احنا ماشيين بالترتيب اهو، وقلنا حصة هتبقى خفيفة مش هنطول عليكم، يعني يا دوب كلمتين صغيرين في الكثافة وهنكملها الحصة القادمة ان شاء الله. تمام؟ يعني بتساوي جرام لكل سنتي متر مكعب. طب فين التعريف يا مستر؟ اتفضل التعريف اهو.
تعريف الكثافة نعرفها ازاي فيزياء؟ كتلة وحدة الحجم من المادة. اقولها تاني، كتلة وحدة الحجم من المادة، او كتلة واحد سنتيمتر مكعب من المادة. التعريفين مطلوبين جدا. يبقى تعريف الكثافة، الكثافة ماشيين خطوة خطوة خالص اهو، كثافة كتلة، بجيب البسط الاول، وحدة الحجوم من المادة، او في تعريف تاني يا مستر، كتلة خلاص، وحدة واحد سنتيمتر مكعب من المادة، كتلة واحد سنتيمتر مكعب من المادة، وبلاش وحدة ده عشان ما تلخبطكوش. يبقى كتلة ايه؟ واحد سنتيمتر ايه؟ مكعب من المادة. الكتلة اتفقنا بالجرام عشان حل المسائل، الحجم بالسنتيمتر مكعب عشان حل المسائل. احنا اتفقنا، اتفقنا ان اي علاقة بنعمل لها مثلث تتكون من ثلاث اجزاء، وركزوا في اللي انا اعمله عشان دي خلاص اخر حاجة. احنا هنا عندنا ثلاث مثلثات، ولو حبيت اسيبها مثلث واحد ونشرح عليها ماشي. بصوا بقى كده، الحاجة اللي فوق، الحاجة اللي فوق خليها فوق، والحاجة اللي على اليمين خليها على اليمين، والحاجة اللي تحت بقى خليها تحت هنا. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو طلب مني الكثافة بحط صبعي او القلم على الكثافة، يبقى كتلة على ايه؟ حجم. لو طلب الحجم يبقى كتلة على ايه؟ الكثافة. وفي حتة قاعدة برضو ان انا الكثافة اقول لها لو سمحت تعالي مكان الحجم، والحجم يطلع مكان ايه؟ الكثافة. طيب الكتلة اخبيها بالقلم، يبقى حصل ضرب ايه؟ الكثافة في ايه؟ في الحجم. ولذلك الثلاث حاجات ده هم بقى نعرفهم ونكتبهم مع بعض، ويبقى اخر حاجة لينا النهاردة ان شاء الله. بصوا بقى معايا، لو طلب الكتلة اخبي الكتلة بايديا او بصبع او بالقلم، يبقى الحاجتين اللي تحت بتضربوا في بعض، بيطحنوا في بعض، يبقى كثافة مضروبة في ايه؟ في حجم. طيب لو طلب كثافة هو نفس القانون اللي فوق. الكلام ده مهم يا جماعة، زي اسمنا كثافة، نفهمه الاول النهاردة ونحفظه مع بعض. كثافة بخبي الكثافة بالقلم، يبقى كتلة على ايه؟ حجم، هو قانون الاصل اللي انا كاتبه. طب لو طلب مني رقم ثلاثة الكتلة ها والكثافة، طلب مني الحجم، هيساوي ها خبي الحجم بالقلم، كتلة على ايه؟ كثافة، كتلة على ايه؟ كثافة. خلاص. طيب ده ان شاء الله هنبدأ في الكثافة الحصة الجاية بالتفصيل، وفيها مسائل وهنطبق القوانين دي فيها. بس المطلوب مننا النهاردة ان شاء الله ان يعجبكم الفيديو، نعمل لايك ان شاء الله، قناة حلوة بتعمل شغل على اليوتيوب، ونشترك في القناة. موضوع الاشتراك يا جماعة ما نقولكوش ادفعوا فلوس، بنضغط على الاشتراك وعلى الزر الموجود عندنا في القناة، ونشير او نشارك هذه الحلقة مع زمايلنا والجروبات اللي معانا. ليه؟ عشان القناة تنتشر ونبدأ نشتغل مع بعض طول السنة، ونحل امتحانات مع بعض، ونحل نماذج اسئلة، ونديكم حصص او حاجات واجب ان شاء الله. وده اللي هنبدأ به الحلقة القادمة ان شاء الله. في نهاية كل حصة هنبدأ نعمل ايه؟ سؤال كده الواجب، ويعني نتواصل معه. ده بالنسبة للحلقة الاولى النهاردة في المنهج الجديد 2021، وربنا يعدي السنة ده على خير ان شاء الله، ونبدأ دراسة كويس وصح ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيب لكم السبورة دقيقة دقيقتين كده، شوفوا لو عايزين تعملوا حاجة.